E أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله وعجل فرجهم وعجل فرجنا بحقهم يا كريم السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته قال سيدنا ومولانا الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في المناجاه الشعبانيه الهي هب لي كمال الانقطاع اليك وانر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه وتصير ارواحنا معلقه بعز قدسك امير المؤمنين عليه السلام يؤكد على ان كل مؤمن له عروج نحو الله وعروج المؤمن يبتدئ بالانقطاع عن الدنيا وما فيها فيحرر قلبه اولا ثم ينطلق القلب ببصيرته ليخترق تلك الحجب النورانيه والظلمانيه ليصل الى اقصى مناه وهي مرتبه التعلق التي سنبين ما المقصود منها وصل بنا الحديث في هذه السلسله المباركه حول العروج من الملك الى الملكوت وقلنا بان اول خطوات العروج هي المعرفه والمعرفه تمر عند الانسان بمرتبتين بالمعرفه العقليه الكلاميه او فقل المعرفه العقائديه من خلال الدليل والبرهان ثم ترتقي تلك المعرفه بالله عز وجل لتكون معرفه قلبيه فالمؤمن يعيش سفران نحو الله السفر العقلي والذي يحققه من خلال الدليل سواء كان الدليل الفلسفي الذي يعتمد على اساس العقل او على الدليل الكلامي الذي يعتمده علماء الكلام والعقائد من خلال العقل والايات والروايات وكل الدلائل التي تعزز اثبات وجود الله عز وجل لماذا نحتاج في مسيرتنا ان نعرف ربنا؟ لان الانسان يجب ان يحدد هدفه الى اين اذا كان لله من هو الله تبارك وتعالى ما هي صفاته المؤمن يجب ان يحقق المعرفه حتى يبدا المسير من الامور المؤسفه ان الكثير منا يعيش حاله البساطه في معرفه الله فلهذا علاقته مع الله تكون سطحيه بحجم معرفته عندما تعزز العلاقه مع الله اولا وقبل كل شيء لا بد ان تعرف الله كما قال علي بن ابي طالب عليه السلام في دعاء الصباح من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما انت فلا يهابك فالهيبة والخوف والرهبة والوجل، كل تلك المعاني التي تكلم حولها القرآن تتولد من خلال المعرفة. تأمل معي مع هذا المثال البسيط الذي هو في الواقع ينبئ عن حقيقة في واقعنا. رجلان مغفلان دعي لمأدبة طعام. فلما اكل والتهما وشبعا فامتلا بطنهما عندئذ استلقي كل واحد منهما من شده الشبع واخذ كل واحد يمسح على بطنه وهو يقول في مقام الشكر لله فقال الاول اغناك الله يا ربي تاملوا كيف يقدم الشكر لله خطا فادح يدعو لله بالغنى مع اننا من المسلمات التي يجب الاعتقاد بها بان الله هو الغني المطلق فيدعو لله بالغنى دعاء الجاهل بمقام الله فغضب صاحبه وضربه بيده وقال قبحك الله ان الله غني فادعو له بطول العمر هذا الرجل أسوأ منه حالا أراد أن ينهى أن يدعو الله بالغنى لأن الله غني وطلب منه أمرا قبيح ادعو لله بطول العمر الجهل بأن الله هو الحي القيوم هو الدائم الأبدي السرمدي هذان نموذجان من واقع نعيشه معرفة لله يعرفون ان الله هو المنعم هو المتفضل هو الرازق هو الواهب ولكن للاسف لا يعرفون الله حق معرفته ليقفوا بين يديه ويعرجوا اليه بالصوره التي تليق بمقامه سبحانه وتعالى ولهذا عندما نقول اول خطوات الحراك الروحي ينطلق من المعرفه فاذا حددت معالم المعرفه العقائديه اولا وعندئذ ستبدا عروجا فكريا ينتهي الى بدايه العروج القلبي ثم يرتقي القلب ويعتمد على ماذا على قاعده المعرفه العقائديه وانا اؤكد على جميع الاحبه من الرجال والنساء والشباب والشابات الى ضروره حضور حلقات العلم ولا سيما العلوم العقائديه، ولا سيما ان الامام ان النبي صلى الله عليه واله عندما دخل مسجدا فوجد قوما يحفون حول رجل، فقال النبي لهم ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله انه علامه، فقال رسول الله وهو العالم وما العلامه يريد ان يستكشف ماذا يقصدون من هذا المصطلح فقالوا يا رسول الله اعلم الناس باشعار العرب بانساب العرب بقبائل العرب كل ما يخص العرب عند هذا فقال النبي صلى الله عليه واله هذا علم اقرار من النبي بانه علم ولكنه عقبه بكلام فقال هذا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله إذا أصبح النبي في منطقة يجب أن يبين العلم النافع والعلم الذي يضر عند جهله فقال وإنما العلم ثلاث آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة وما خلاهن فضل فعندما يقف العل... عندما يقف الامام الخميني العظيم رضوان الله عليه مع هذه الروايه فيقول ان المراد من قوله ايه محكمه هو علم معرفه الله الذي يتحقق من خلال الادله والبراهين المحكمه ليجب ان تكون قاعده العلاقه بيني وبين ربي ليست قاعده متزلزله لا اسمح يوما من الايام ان يتسلل التشكيك الى عقيدتي فلا بد ماذا ان تكون اول المعارف الواجبه والتي سيسال عنها العبد اول سؤال بعد الموت وعندما يوضع العبد في قبره يسال عن ربه من هو ربك فاذا كان العبد صاحب معرفه ضعيفه ركيكه ما اسرع ما يتلجلج لسانه فإذا المعرفة الأولى قال آية محكمة والثانية فريضة عادلة علم تزكية النفوس وهو علم الأخلاق تزكية القلب وتطهيره وإصلاحه فريضة عادلة يعني فرض لزومي عادلة لا إفراط لا تفريط فالله كما يبغض البخل والشح يبغض الإسراف وكما يبغض الاندفاع ها والتهور يبغض الجبن، الله عز وجل يريد لعباده الكمال، ولهذا قال: آية محكمة، فريضة عادلة، سنة قائمة وهو علم الفقه، وما خلاهن غير هذه المعارف فضل من المستحبات. نعم قد تكون بعض العلوم واجبة ولكن وجوبها عرضي. مثلا علم الذرة علم خارج عن هذه العلوم الثلاثه علم الكيمياء علم الطب لو توقفت ها الحمايه لبيضه الاسلام وحرم الاسلام على ماذا على تعلم هذه العلوم للدفاع عنه يكون واجبا ولاجل هذا نقول معرفه الله هي القاعده الاساسيه التي من خلالها ينطلق الانسان من المعرفة العقلية من خلال الدليل والتدارس والمعرفة لينطلق قلبه من خلال البصيرة التي تستند إلى الدليل والبرهان فيشق حجب الملكوت كما يقول علي بن أبي طالب عليه السلام هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فاذا اخترقت حجب النور وصلت الى معدن العظمه ومعدن العظمه وحقيقه العظمه هو الله سبحانه وتعالى <applause> عندما نشق طريقنا نحو معرفه الله من خلال الدليل فلا بد ان نعلم بان المناهج المعتمدة في معرفة الله مناهج متعددة فهناك المنهج التجريبي وهو منهج لا يمكن التعويل عليه في معرفة الله فالمناهج التجريبية التي تعتبر اليوم هي الاساس في المجتمعات الغربيه والمجتمعات الماديه. لا تؤمن بحقيقه شيء وبوجود شيء الا بعد اقامه الدليل والحجه والتجربه عليه. كل ما يمكن ان يدخل الى المختبرات وتقام عليه التجارب يسلمون به. يسلمون بوجود الذره. يسلمون بكثير من الحقائق التي يمكن ان تخضع للتجربه المختبريه نقول هذا منهج لا يصلح ليكون اساسا لمعرفه الله لماذا لان المولى عز وجل وجوده ملكوتي الروح وجود ملكوتي الملائكه وجود ملكوتي الجنه والنار والبرزخ وعالم ما وراء الطبيعه ما يعبر عنه بالميتافيزيقا لا يمكن ان يخضع للتجارب الماديه والتجريبيه في المختبرات هل يمكن هل يمكن ان تقيم دليلا على اثبات الملائكه ان على يمين ملك وان على شمال ملك من خلال التجربه؟ هل يمكن ان نثبت ان في القبر مساءله من الملائكه من خلال التجربه؟ هل يمكن ان اثبت وجود الله عز وجل من خلال التجارب الماديه المختبريه؟ لا يمكن، فاذا كان المعول على المنهج التجريبي في اثبات الرؤيه الكونيه والايدلوجيه لهذا الوجود فلن نؤمن بوجود الله اذا ولهذا الشيوعيه واتباع الماديه انكروا وجود الله وانكروا وجود المعاد وانكروا وجود الحساب ودعوا الناس لاخذ لذاتهم في الدنيا لانك متى ما مت انتهى كل شيء اكرر فاقول المنهج التجريبي لا يصلح ان يعول عليه كاساس علمي لايجاد قاعده معرفيه عقائديه من خلالها نثبت وجود الله لان المختبرات تصلح لاقامه التجارب على الماديات ووجود الله سبحانه وتعالى ليس من السنخ الملكي اي المادي بل من السنخ الملكوتي ولا يمكن اقامه التجربه على وجوده فلهذا متى ما انكرته التجارب فلا يمكن ان نعول عليها لننكر وجود الله الذي ماذا شهدت بوجوده القلوب والعقول المنهج الثاني وهو المنهج النقلي اي ان تثبت وجود الله عز وجل وان تكون عقيده ومعرفه من خلال ماذا من خلال القران من خلال السنه من خلال الادله النقليه التي وردت عن كتاب الله وعن سنه النبي صلى الله عليه واله والمعصومين عليهم السلام، فهل يصلح المنهج النقلي ليكون مصدرا لتكوين الرؤيه الكونيه الشامله؟ نعم يصلح ولكنه متاخر كيف؟ نقول إذا قلنا بأننا نريد أن نقنع إنساناً بإثبات وجود الله، هل نقنع هذا الإنسان بوجود الله من خلال الآيات القرآنية والروائية؟ هذا الإنسان الكافر المنكر لوجود الله، ما قيمة القرآن بالنسبة إليه؟ لا يساوي شيئاً، لأن قيمة القرآن فرع إثبات منزله، إذا ثبت وجود الله كان للقران قيمه، اذا ثبت وجود الله كان للنبي قيمه، وحيث ان هذا الكافر لم يؤمن بالله بعد، فكيف تقنعه او تحجه او تؤسس له عقيقه عفوا، او تؤسس له عقيده من خلال القران، ولهذا نقول وان كان الدليل النقلي وهو القران والسنه يصلحان لايضاح الرؤيه الشامله للمعرفه العقائديه ولكن هذه تصلح بعد اثبات وجود الله وعليه يكون القران متاخرا والسنه تكون متاخره عن اثبات الخالق سبحانه وتعالى فلهذا لا يصلح الدليل النقلي ايضا ليكون سببا لاقناع الاخرين بمعرفه الله هل نقول ايضا اذا المنهج المنهج الثالث قد يقال بانه المنهج العرفاني والمنهج العرفاني هو منهج يؤسس لمعرفه الله من خلال تقشع الحجب القلبيه ومن خلال إقامة الرياضات العبادية والمداومة عليها ليصل الإنسان إلى مستوى من الكشف والإراءة القلبية والباطنية فيزداد بصيرة ومعرفة، هذا هو سلوك العارف، ونقول أيضا أن منهج العرفاء متأخر عن إثبات وجود الله، لأن العارف الذي يريد لنفسه أن يصل إلى الله وان تتقشع الحجب عن بصيرته الباطنيه لا يمكن ان يصل الى تلك المرتبه من المعرفه من خلال اي رياضه عباديه كانت بل يجب ان يستند الى امور عباديه ثبتت في الشريعه وانزلها الله عز وجل او شرعها نبيه وعندئذ نقول الرياضات الروحيه والعبادات المعنويه التي توصل العبد الى مستوى من المعرفه الكشفيه تكون متاخره عن معرفه الله عز وجل، فلهذا الطريق العرفاني طريق بلى يوصل للمعرفه الكشفيه، ويرفع الحجب، ويزيد في معرفه العبد بربه، ويهيئ الارضيه الخصبه للعروج نحو الملكوت. ولكن نقول ان المعرفه العرفانيه الكشفيه متاخره عن اثبات وجود الله فاذا ما هو المنهج النافع الذي عليه المعول انه المنهج العقلي فالمنهج العقلي هو الاساس المنهج العرفاني فرع اثبات وجود الله المنهج النقلي يعني معرفه الله من خلال القران والسنه فرع اثبات الله وهكذا وعليه المنهج العقلي الذي هو المنهج الذي عليه التعويل في اثبات وجود الله عز وجل وبوسعك ان تناقش وان تجادل وان تحاور كل عاقل ما دام يحمل عقلا ومن خلال الادله الفطريه التي تثبت وجود الله عز وجل تثبت وجود الله عز وجل كقانون العليه ان لكل معلول عله عندما يسالون تلك العجوز كيف عرفت الله؟ امراه عجوز تعيش في الصحراء لم تدرس في جامعه ولم تدخل معهدا ولا حوزه ولكن لما سالوها عن معرفه الله قالت بلى تعرف قالوا لها كيف؟ قالت البعره تدل على البعير، واثر الاقدام يدل على المسير، ما الذي جرى؟ كيف توصلت لمعرفه الله من خلال هذه النماذج البسيطه؟ انه قانون العليه، قانون العليه ان لكل معلول علة، وهو قانون فطري عقلي لا يملك انسان عقل الا ولديه هذا القانون. فالبعرة وهي فضل فضلة الجمل إذا وجدت إذن لا بد من وجود جمل لأن المسبب لها ها هو الذي يوجدها. فالبعرة مسبب والبعير سبب. فالبعرة معلول والبعير الله. نفس العملية أثر الأقدام يدل على المسير. فإن كل أثر في الأرض لا بد له من مؤثر لا بد من سائر على تلك الارض حتى يكون هناك اثر لمسيره فالاثر يدل على المسير فالمسير عله لماذا للاثر المسير عله تلك الاثار فمتى ما وجدت الاثار التي هي معلوله لا بد من وجود العله هذه المراه العجوز كيف التفتت الى ذلك وانطلقت من الجزئيات البسيطه الى معرفه عقائديه شامله انه العقل فلهذا اول المرتكزات في اثبات العقيده القويه الصلبه التي تشكل لنا قاعده للعروج المعرفي الكلامي من خلال الدليل والبرهان هي هو عباره عن المعرفه من خلال العقل ولهذا من خلال الدليل والبرهان نكون المعرفه العقائديه ثم نبدا لننطلق في عالم العروج الباطني والقلبي من خلال ترويض تلك من خلال ترويض تلك النفس وتزكيتها فتنكشف الحجب انها المعرفه الانفسيه سنريهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم في الآفاق في الوجود من خلال التأمل في هذا العالم على أنه ماذا آيات بينات وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد والطريق الآخر هو الطريق الأنفسي من خلال هذه الأنفس اما لان النفس من سنخ الله عز وجل اي عندما يقول ونفخت فيه من روحي فالنفس بسيطه والوجود الالهي وجود بسيط والبساطه لا تقابل ماذا الصعوبه وانما البساطه بمعنى عدم التركب ايضا النفس بسيطه والوجود الالهي بسيط فلهذا التامل في نفس الانسان يوصل لمعرفه الله من عرف نفسه فقد عرف ربه المعرفه الانفسيه طريق للوصول الى مراتب المعرفه الواعيه التي تاخذ بمجامع قلب العبد الى مراتب السمو الى مراتب الكمال اذا ان اردنا ان نحقق عروجا من عالم الملك الى عالم الملكوت فلا بد ان تبدا انطلاقتنا من خلال ارضيه عقائديه معرفيه صلبه ومن خلالها نعرج الى مراتب الكمال والسمو للحديث تتمه ان شاء الله ياتي عليها الكلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته